اليوم وقعنا على مجموعة من المذكرات التفاهم ومجموعة ديال الاتفاقيات بين الحكومة المغربية ومجموعة نيكسانس ومجموعة والمكتب الوطني للكهرباء ومساحي الشرب وطبعا مجموعة طاقة ماروك. وهاد الاتفاقيات غتمكننا باش نواكبوا الانتقال الطاقي ديال المملكة فيما يخص واحد المجموعة ديال المشاريع اللي خصها الدار بما فيه طبعا تقوية الشبكة الوطنية ديال الكهرباء وطبعا واحد الصناعات اللي خصها تواكب هاد الانتقال الطاقي من اجل التنمية المستدامة. وحنا طبعا اليوم جد فخورين باحتفال بهاد المشروع وهاد المشاريع اللي طبعا غتعطي ان شاء الله واحد انطلاقة لمجموعة من المشاريع في نفس السياق اللي غتمكننا باش نسرعوا الاستثمارات في الطاقات المتجددة. اتفاقيات شراكة هي متكاملة، فيها اتفاقية استثمار بالنسبة للاستثمار اللي كنسنيوها عادة، فيها اتفاقية شراكة مع عدد ديال الشركاء اللي غيساهموا في هذه التركيبة الاستثمارية، وفيها أيضا اتفاقية من أجل الولوج من البداية إلى الطاقات المتجددة، وهذا طبقا للتعليمات السامية ديال سيدنا الله ينصرو من أجل الدخول في عهد جديد صناعي عنوانه السيادة. احنا جد فخورين بهذه الشراكة اللي عندنا في المغرب اللي كتمكننا باش نعززوا التصنيع في المغرب وباش نطوروا الكفاءات المهنية ونخلقوا فرص الشغل، وهذا شرف لينا اللي احنا كنحظوا به من 1947 كشركة مسؤولة في التنمية المستدامة.